تيجي تعمل خير بتضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة ما يعرفهاش إلا الكبار. عشان كده صلح كل اللي فات. جدك حالته صعبة جدا. بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ عيب. ايه الصاروخ دي؟ وانا قدك كده سرقت برش ام كلثوم. ايه؟ على كده بقى لما غني اكاد اشك فيك، تتشكى فيك انت. انا مش متربي. الكرسي هيقع وانا كمان هقع. الو ايوه. الو ايوه. والله ما سامع. ازاي اول حاجة تعملها اول ما تتوب تسرق؟ اجل يعني. السرقة؟ لا التوبة. هي السرقة بتتأجل. ايوه. هو شفته؟ تقفلي عليه. ايه ده؟ ما ينفعش يا حمار. هو ما ينفعش تقول ما ينفعش من الحمار؟ هي كده بتكمل بيا حمار. برش الست ام كلثوم جاله بيع. يعني ايه؟ دول اعضاء الكيان واحنا كيان ديمقراطي. رهان لاعلى سعر. البرش ده بتاعي ومش هفرط فيه. يلا بينا. انا وضعت خطه ما تخرش الميه. انك تبقى شكل هيك دي حاجه مش صعبه خالص. الاهم والاصعب انك تاخد روحه. اقتله. انا خايفه. برش الست يلزم. لازم ما تفكرش غير في حاجه واحده بس. تن تن. انك ما تفكرش. صدق صح. الخير غالي النهارده. انت بتحبب ايه؟ هشوف الخير وصل كام النهارده. في حد بياخد فلوس في عمل الخير؟ حضرتك حرامي برضو. لا انا رائد فضاء. هو ايه اللي انت لابسه ده؟ هاف بايلوت. فين البرش الاصلي يا راجل؟ كارثه دي، اكيد هتفشل. يا نهار اسود. هو ده الكلام؟ جاهز؟ جاهز. الوداع يا حبيبي. وداع.